السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الجواب على الأسئلة، عندنا تعليق خفيف على وثيقة خطيرة جدا 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 للمدعو القراي. والرجل ده سبحان الله كأنه ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يفضحه بين خلقه. ما خطط مخطط لهدم الإسلام أو تغيير المناهج للأطفال المسلمين إلى مناهج تسيء إلى عقائدهم ودينهم، إلا وفضحه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وكل يوم بتفضح أكثر من اليوم القبليه. والحمد لله يمكن تقريبا الشعب السوداني إذا ما كان بأكمله بغالبته العظمى كشف هذا الرجل كده. حتى هم ذاتهم الجمهوريين بيجي يطلعوا بيانات للدفاع عنه ويرفعوا صوره في محاولة لأن يرفعوه بعدما سقط من أعين المسلمين جميعا تقريبا. طيب، ودي وثيقة خطيرة جدا جدا جدا، لأنه كان بيقول الجماعة ديل قالوا إنه القراي دار يدخل منهج الجمهوريين في المناهج الدراسية والابتدائية وغيره 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 وغيره، وكان بيحاول ينكر الكلام ده، في نفس الوقت بيأصل لمنهج الجمهوريين، يقول ما دايرين في المدارس ولا في الابتدائي ولا في الروضة قرآن أصلا ولا دايرين دين ذاته، وده منهج الجمهوريين. عرفنا كيف منهج الجمهوريين ومنهج محمود محمد طه، وإنه دار يدخل منهج محمود محمد طه. شوفوا الوثيقة الخطيرة دي، أقل من 32 ثانية تقريبا أو أقل، اسمعوها كلكم، بعد ذلك نفتح فرصة للأسئلة إن شاء الله. زمان الناس بخترضة كتبوا خطاب للأستاذ محمود سنة 57، قالوا له نحن لك تقترح لنا منهج عشان نطبقه في التعليم في السودان، فكتب لهم كتاب خطاب. الخطاب ده للجمهوريين في مواد طبعوه وسموه كتاب التعليم ووزعوه، لكن من المسائل اللي ورد فيه قال لهم انه في مرحلة الابتدائي ما تعلم الأطفال أي حاجة عن الإسلام خالص، لا تقرون قرآن لا حديث لا شيء. شوف ده زول ربنا كشفه كيف؟ لأنه كلام القراي اللي كان بيقول إنه ما دارين قرآن وما حيكون في قرآن في التعليم وكذا وكذا، ده ما جاءه من راسه، ده هو منهج الجمهوريين، منهج محمود محمد طه، زي ما القراي بعظمة لسانه حكى لنا الآن في المقطع الخطير والوثيقة الخطيرة دي، إنه محمود محمد طه سنة 57 قال له ما شنو؟ لما قالوا له ادينا منهج للتعليم قال لهم ما تقروا الأطفال في الابتدائي أي شيء عن الإسلام. شوف الكلمة دي خطيرة كيف، أي شيء عن الإسلام لا تقروهم، قال له قرآن ولا حديث، ما تعلمهم أي شيء عن الإسلام، يعني لا توحيد اللي هو أساس الإسلام، ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، يعني الأطفال بعد ما ربنا فطرهم زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة اللي هي فطرة الإسلام، بعد ما ربنا فطر الأطفال على الإسلام محمود محمد طه دار يغير فطرتهم من الإسلام إلى الكفر من صغار، عشان كده قال لهم ما تعلمهم أي شيء الأطفال في الابتدائي، يعني من أولى لآخر الابتدائي ما تعلمهم أي شيء عن الإسلام. يا جماعة في كلام أخطر من الكلام ده؟ وبعد ما عمم قال ما تعلمهم أي شيء عن الإسلام، خصص قال ما تعلمهم لا قرآن ولا حديث، ده بيوافق تماما المنهج بتاع القراي الضار يضعه واللي قاعد يقوله بلسانه، انه ما حيكون عندنا قران في سنه كده، ما حيكون عندنا قران في الروضه، ما حيكون عندنا كده، حيكون عندنا بس اغاني تحت الثوره وحنسمعهم الاناجيل والكتب الثانيه، والقران يمكن يسمعوا ترتيل مش لانه قران، لانه فيه موسيقى، وده كفر ذاته، في قران فيه موسيقى؟ القران حرم الموسيقى، يكون فيه موسيقى كيف؟ ربنا قال افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. السمود ده شنو؟ ما هو السمود؟ ما معنى وأنتم سامدون؟ قال ابن عباس السمود بالحميرية هو الغناء، يعني الغناء والمعازف والموسيقى الفيو، فكيف القرآن يحرم هذا ويجعله من صفات المشركين؟
إنهم كان بيعجوا من القرآن وما بيسمعوا، ولما الصحابة أو النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن يشغلوا الأغاني والمعازف، وكيف والقرآن ينهى ويجعل من صفات الكفار وانت تقول فيه موسيقى. فوضح الآن الخطة الجمهورية الخبيثة لبعد أطفالنا أولادنا وبناتنا المسلمين والمسلمات في السودان عن الإسلام. الجمهورية خلاصة دينهم كما قال القراي وفضحهم الآن. والرجل ده طبعا ما بيقدر بيدس الباطل، عشان كده سقط وربنا سبحانه وتعالى فضحه أمام جميع المسلمين في السودان. يا خزال ما بيرفع مقطع إلا بينبذوا يمكن جميع الشعب السوداني تحت مقطعه ده، أي زول يخش بينبذوا ويلعنوا ويسبوا. ده المانع إحنا ده الناس براو، لكن أنا مجرد ناقل للخبر. يسبوا ويلعنوا تحت ويدعوا عليه ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يستجيب، إنه يزح مننا هذا البلاء والوباء. والله ده وباء، الفكر الجمهوري بتاع القراي ده ومحمود محمد طه والدالي وغيره، ده وباء أشد من وباء كورونا. يا جماعة ناس بيقولوا الله عنده زوج، الله عنده زوج، وربنا يقول وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعد ده يقول الله عنده زوج. ناس بيقولوا القرآن المدني، قالوا ده الجاب الجرائم بتاع داعش ذاته، زي ما قال القراي من لسانه الآسن الخبيث قال القرآن، القرآن كلام الله، قال ده العمل تصرفات داعش دي كلها. تاني انتوا دايرين اكتر من كده شنو يا ناس؟ انا ما ادري تاني دايرين اكتر من كده شنو؟ الناس البساط المنتفعين ولا غيرهم القاعدين يطبلوا له ده، الحمد لله هم قلة يتعدوا بأصابع اليد، ولولا انتفاعهم لما دافعوا عن هذا الرجل الذي فاح باطله وانتشر خبره وانتشر حربه للإسلام ونشره للإلحاد ومحاربته لدين الله ولكتاب الله القرآن ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنا والله مستبشرين خالص، لأنه زول بيصل إلى هذه المرحلة من الضلال والسوء والغواية ومتابعة إبليس لا يمكن ينجح أبدا، لأنه ربنا قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فإن شاء الله مكرك ده ما حيحيق بأحد إلا بيك أنت يا القراي وأعداء الإسلام البعونوك في نشر هذا الباطل. قال رسل لهم، قال سموه كتاب التعليم، كتاب التعليم، يعني التعليم عند الجمهوريين إنه ما يكون فيه شيء عن الإسلام، لا بروا والدين، شفت كيف؟ لا صلة أرحام، لا صلاة، لا صيام، لا زكاة، لا حج، لا يعلم الطفل الوضوء للطهارة، ولا يعلم العقيدة والتوحيد اللي هي أهم شيء في الإسلام وأساس الدين وأساس الملة. قال محمود أوصاهم وسموه كتاب التعليم. كتاب التعليم حق الجمهوريين شنو بتاع تعليم أطفالنا؟ إنه ما يعلم الأطفال شيء من الإسلام ولا شيء من القرآن ولا شيء من السنة. والوسيقة تكفي لكشف مخطط القراي ومن معه من الجمهوريين وأعداء الإسلام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.